بمورفولوجية سليمة ووزن طبيعي وولادة عادية، خرجت هذه العجلة إلى الحياة وبما فوق العنق رأس ثنائي الفم وبأوصاف متعددة. هي من الحالات النادرة التي تزداد بهذا الشكل وبولادة طبيعية. سبحان الله، أنت كتشوف كيفاش وحال الحمالة ديالها كانت عادية وورجها الحريق. هذا ما بغاتش العجلة تخرج، وعاد عيطت للجيران ديالي وعاد قابلوها معايا وما كترضعش. فيها جوج، فيه جوج الفم واحد ما كترضعش، والثاني كتسلك او ني مقسومه على ديك الشنينفه، واللسان مشدود عندها ملصق مع داك اللسان من تحت. حيوان فتي بتشوه عضوي يحمل ما يشير إلى وجود خلل جيني قد يكون حدث خلال فترة حمل البقرة، ويرجعه أهل الاختصاص إلى سببين أساسيين: تجانس الفحول مع أمهاتهم أو مع الأخوات، أو استعمال غير سليم وبشكل غير مدقق لبعض الأدوية البيطرية بدون استشارة خلال فترة الحمل. فكيف تم تشخيص هذه الظاهرة؟ بحال هاد الحالات هادي نقدو نديرو عليهم بحوث في المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، باش نشوفو الجينيات ديال هاد الحالة هادي، ونشوفو في نفس الوقت الجين لاكارت جينيتيك ديال الأم ديال هاد المخلوق. وإلا مازال الأب مازال حي نقدو نديرو نفس التحاليل. هي ظاهرة نادرة، غير أنه في العرف الشعبي المغربي وفي وسط الكسابة تسمى هذه المواليد بالعجل المرزاق، وغالبا ما يدفن بعد موته في عتبة الضيعة أو الإسطبل.